اللي دخل تاني بقى فرح سما جمانة فاضل نوران. طيب ونوران. طيب بصوا يا بنات، طيب ايه اللي عليه الدور بعد كده؟ مين اللي عليه الدور؟ بص يا جماعه بقى، صحيح دلوقتي التوتال انجلز بيكونوا سيميلر امتى؟ التوتال انجلز بيكونوا سيميلر امتى؟ سيميلارتي لو انا عملت ده ديفايدد ده مثلا طلع 2، وطبعا ده هعمله ديفايدد ده يقوم مطلع 2 مثلا، يبقى كده الريشيو يا جماعه اتقال عليها ايه؟ ال 2 دي اصلا يعني كانها 2 تو 1، لانها 2 عباره عن 2 اوفر 1 اللي هي 2 تو 1، يبقى الريشيو بتبقى 2 تو 1. لكن تعالوا بقى لو تو ترانجلز كونجرانت، كونجرانت يعني هلاقي السايد ده قد ده، يعني ده هلاقيه 5 هلاقي ده 5، يبقى انا لما اعمل 5 ديفايدد 5 هيطلع الاجابه 1. عشان كده الريشيو بتبقى 1 امتى؟ لو تو ترانجلز ار كونجرانت. يبقى كده يا جماعه الكونجروانسي از سبيشال كيس اوف سيميلاريتي، يعني كل الترانجلز يعني ممكن يكون التو ترانجلز سيميلار بس نوت كونجرانت، او زي سيميلار بس نوت كونجرانت. لكن اي تو ترانجلز كونجرانت، خدوا بالكم الكلام ممكن يجيبها لك في كومبليت، اني اف اني تو ترانجلز ار كونجرانت ذن ذي ار سيميلار. طبعا طالما هم كونجرانت اكيد هم سيميلار، تمام. لكن العكس غير صحيح، العكس غير صحيح. ازاي يعني؟ لو تو ترانجلز سيميلار مش شرط يكونوا كونجرانت، لكن لو هما كونجرانت لازم اكيد هما سبب، تمام؟ ده ريشيو بتوين ذيم از وان. طيب برافو يا برافو يا جمانه، مين اللي هيجاوبها؟ طيب اللي بعد كده، ها مين عليه الدور؟ مراد. If two polygons are similar and the ratio between the lengths of two corresponding sides is 3 to 4, then the ratio between their perimeters بص بقى يا is جماعه الحته دي عايز اقولها، دي انا ما قلتهاش معلش. لو انا عندي تراينجل مثلا اي بي سي سيميلر لتراينجل اكس واي زد، احنا قلنا ان السايدز بروبورشن يعني ايه؟ يعني انا لو خدت اي بي عملته ديفايد اكس واي هيطلع ايكوال بي سي ديفايد واي زد ايكوال اي سي ديفايد اكس زد. قالوا طب ما في حاجه كمان بقى، طب مش السايدز دول انا لو جمعتهم يديني البريمتر؟ قالوا يبقى معنى كده ان البريمتر بتاع تريانجل بي دي اختصار بريمتر اي بي سي اوفر بريمتر اوف تريانجل اكس واي زد هيبقى نفس الريشيو. يعني ايه؟ يعني الريشيو بتوين السايدز هي الريشيو بتوين البريمترز. ايوه، يعني بمعنى ان انا لو عندي تريانجل زي ده مثلا، ده 10 وده 5 بس، وده 6 مثلا وده 3 وده مثلا 12 وده 6، ان انا يا جماعه لو عايز اجيب الريشيو بتوين بريمترز، يعني عايز اجيب بريمتر مثلا في ترانجل اي بي سي اوفر بريمتر اكس واي زد كفايه قوي ان اخد سايد من هنا اوفر سايد من هنا، يعني ممكن اخد اي بي اوفر اكس واي، يعني هتبقى ايكوال اي بي اوفر اكس واي، يبقى اللي هي ايكوال كام؟ 6 اوفر 3 ايكوال 2. و2 تي طبعا لو انا عايز اكتبها ريشيو بكتبها 2 تو 1. ده الريشيو بتوين بريمترز. يبقى الريشيو بتوين بريمترز يعني لما نعمل البريمترز ديفايدد بعض تطلع الاجابه ايه؟ تطلع نفس الاجابه لما اعمل تو سايدز ديفايدد بعض. لكن خدوا بالكم بقى يا جماعه، الاريا دايما فيها باور 2. قال لك بقى لو جينا نجيب الاريا اوف تراينجل اي بي سي، ايه دي اختصار اريا؟ هي بصراحه بيكتبوها ايه سمول اوفر اريا اوف تراينجل اكس واي زد، بتبقى نفس الاجابه برضو، ممكن اي بي اوفر اكس واي. على فكره مش شرط اي بي اوفر اكس واي، ممكن اقول اي سي اوفر اكس زد، ممكن اقول بي سي اوفر اي حاجه، اوفر اي حاجه، يعني سايد من هنا اوفر سايد من هنا. بس في الحاله دي يا جماعه بتبقى الاجابه ايه؟ باور 2. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني معناها برضو انت هتاخد 6 اوفر 3 بس اعمل الانسر باور 2. طب ما انا اكيد الانسر لما اعملها باور 2 مش هتطلع 2، هتطلع 4، يبقى في الحاله دي الريشيو هتبقى 4 تو 1. يبقى تاني بقى، يبقى عشان كده قالوا ايه يا جماعه؟ قالوا ذا ريشيو بتوين برينترز اوف تو سيميلر ترانجلز، ريشيو يعني لما اعملهم ديفايد بعض از ايكوال تو ذا ريشيو بتوين تو كورسبوندنج سايدز. طيب لو هتكلم ريشيو بتوين ارياز، ذا ريشيو بتوين ارياز اوف تو سيميلر ترانجلز مش ايكوال بقى ذا ريشيو بتوين سايدز، ذا سكوير
ما كلمة باور 2 في الماث معناها سكوير. Equal the square of the ratio between two corresponding sides. فهمنا يا جماعة في الحتة دي ولا مش مفهومة؟ الحتة دي مهمة جدا. خدوا بالكم الدرس ده كان زمان في أولى ثانوي ونزل تالتة إعدادي. كان زمان في أولى ثانوي ونزل تالتة إعدادي، فهو بس هو درس سهل يعني. تمام؟ يبقى تاني يا جماعة عندنا. تمام. يبقى دلوقتي من الآخر عايز أجيب الريشيو بتوين بارامترز، نعمل سايد على سايد عادي جدا. ناخد سايد من هنا أوفر سايد من هنا عادي جدا. ونطلع الإجابة. لكن لو عايز أجيب الريشيو بتوين أرياز، ناخد برضو سايد من هنا على سايد من هنا بس نعمل باور 2 للإجابة. نعمل باور 2 للإجابة. طيب فكده بقى يبقى عندنا إيه دلوقتي؟ قولي بقى يا نوران، قولي يا مين اللي كان بيجاوب نوران؟ هتبقى 3 to 4. 3 to 4 عادي جدا. طب هسأل سؤال صغير، طب لو كان قال the ratio between areas مش perimeters كانت تبقى كام يا جماعه؟ ها؟ هو لما قال لي ratio between areas between sides between perimeters قلنا 3 to 4 عادي زي ما هي 3 to 4. طب لو كان قال لي between areas، يعني طالما ما قال لي perimeters انا قلت له الريشيو هتفضل 3 to 4 زي ما هي اللي هو مديها لي. طب لو كان قال لي ريشيو بتوين ارياز كان ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها باور 2، يعني ال 3 دي هتبقى باور 2 هتبقى 9، ال 4 دي باور 2 هتبقى 16. شفتوا الاختلاف كان هيبقى في ايه يا جماعه؟ يبقى لو قال لي ريشيو بتوين بريمترز هي هي ريشيو بتوين ارياز، نعمل باور 2 بس، باور 2 مش تايمز 2. طيب قولي يا سما. برافو عليك. Into two similar triangles اللي انا قلتها اخر رول يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي هو لما يكون عندي كده right angle triangle عامل كده وانزل انا perpendicular من ال right vertex اسملي التراينجل الاصلي لايه؟ لتو سيميلر تراينجلز اللي هو ده والتاني المنقط اللي جنبه ده. خدوا بالكم بقى يا جماعه، هو المفروض اكمل تكمله ثانيه اقول ايه؟ And each of them يعني كل واحد من الصورين ده is similar to the original triangle، يعني كل واحد يعني الصور ده المخطط ده similar للترانجل الكبير خالص الاصلي. والترانجل المنقط ده similar للترانجل الكبير الاصلي. تمام يا جماعه؟ طيب. اللي بعديها بقى دي بيقول لي ايه؟ نوصل الفيجرز الكونجرانت. مين اللي عليه الدور؟ قول يا فرح كده. مش مشكله دي يا جماعه، وصل يعني سؤال. احنا ناخد بس الايه اسئله بقى على طول. دي واحده. وصل الكونجرنت والكلام ده يعني مش ايه. ناخد مثلا من اول كويشن نمبر 3 يا جماعه في السؤال الثاني. طيب هحل انا بس نمبر 3 دي عشان اعرفكم بقى تبقى ايه؟ تبقى زي طريقه عامه للحل، لان لو فهمنا نمبر 3 خلاص كل الشغل زيها. اللي هي زي اللي انا حليتها بتاعت الكروس مالتيبيكيشن. طبعا فرح وسامة انا هبعت لكم ان شاء الله الحاجات اللي انا بصورها دي، انا بصور الصبوره هبعتها لكم تبقى زي دوكيومنت معاكم زي ما اتفقنا. وتعملوا فولدر يا فرح، تعملي فولدر على الموبايل او فولدر على اللاب او التاب حسب انت بتاخدي، تعملي فولدر وتحطي فيه الدوكيومنتس دي تبقى خاصه بايه؟ السبوره اللي انا بصورها دي. تحطيها واحده خاصه، تعملي فولدر خاص بالالجبرا وفولدر خاص بالجبرا. بحيث يبقى زي ريفرنس بالنسبه لك تراجع منه في اي وقت، يوم الامتحان او في السنين الجايه. لان زي ما قلت لكم يا جماعه شايفين السيميلاريتي اللي احنا بناخده ده وانتم شايفينه عبيط كده؟ ده مهم جدا في الثانويه عامه في ماده اسمها سوليد جيومتري. تبع الماث بس بيجيبها له بقى على ايه؟ على بيراميد، هرم مشابه لهرم بس نفس القصه، وان انجلز ار ايكوال وار سايدز ار بروبورشن. فمين يا جماعه يجيب له مثلا هرم صغير متركب على هرم كبير، يعني كده بس يعمل له كده وكده وكده مثلا، او ده الهرم يعني ترنجز بس على كبير شويه. فاهمين يا جماعه الفكره ايه؟ وقول له ان الهرم اللي فوق دون سيميلر للهرم الكبير، يبقى سايدز ار بروبورشن، يعني سايد من هنا اوفر سايد من هنا ايكوال سايد من هنا كده يعني. بصوا بقى يعني هو الدرس بتاع تاني اعدادي بس ايه؟ ولذلك انا بقول تاني اعدادي دي يا جماعه تعتبر من السنين اللي داخله في بدايه المرحله الثانويه. ليه؟ تاني اعدادي انا عندي اهم من ثالثه اعدادي كمان، كل الرولز اللي بنستخدمها فيها دي يا جماعه مهمه جدا في ثالثه اعدادي وفي ثانويه عامه وكده. تمام؟ طيب وطبعا فيما بعد اللي هيخش كليه هندسه يعني الكلام ده بالنسبه له هيبقى مهم. طيب هرجع بقى ايه؟ هقول بس السؤال اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم.
ماشي. هاخد مثلا في كويشن 2 يا جماعه، طيب ناخد حته التوتال انجلز هو جايبهم لي دول، وده طبعا ده لازم بيك. طبعا مش هيجيب لي شكلين ويقول لي قول لي سيميلر ولا مش سيميلر والكلام ده. هو دايما هيجيب لي ايه السؤال الشائع في الموضوع ده، ان هيجيب لي توتال انجلز اللي هو راسمهم دول. قال لي ان اي سي اي 345 اهو، عامل لي كده ده ايه سي اي. اهم حاجه يا جماعه في المسائل دي ان اكتب الاسمين بتوع الترانجل صح. والله لو هو مديهم لي يبقى خير وبركه، مش مديهم لي لازم انا اظبطهم صح عن طريق الانجلز. والترانجل الثاني على ارض، لو كتبت اسم الترانجلين صح هعمل الامبريلا اللي انا كنت عاملها صح، وبناء عليه هعمل الكروس مالتيبليكيشن صح، والمساله كلها هتمشي صح. دي اف اي. حلو. طيب هو قال لي ان ده 8 وقال لي ان ده 6، كويس قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف، هو طبعا كاتب لي ربنا يكرمه كاتب لي هو ايه الاسمين صح، هو مرتبهم لي في البتاع، مديني جيفن كده بيقول لي امتى تراينجل اي بي سي كونجرنت تو تراينجل دي اي اف. ايه ده، ميرسي جدا ميرسي جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي انا اقدر كده اجيب البروبورشنال بمنتهى السهوله، اما انا عامل الامبريلا بتاعتي اي بي اوفر، يبقى اول ما المح البروبورشن ده يا جماعه اعمل ايه الامبريلا، يعني اي بي اوفر دي اي ايكوال بي سي اوفر اي اف ايكوال اي سي اوفر اي اف. كل ما عليا بس ان انا جاست ان انا اعمل سبستيوشن بس، اعوض وخلاص، الاقي المساله طلعت اي بي بكام. بس انا هو قال اي بي سي ولا قال ايه؟ دي بي، انا كنت ناقلها اي، ماشي معلش. قال اي بي ب 4. طب الدي اي بكام بايه؟ شكرا. البي سي بكام ب 5؟ والاي في اي اف مش عندي. طيب اللي مش عندي اكتبه باسمه. الاي سي بكام يا جماعه؟ ب 3. والدي اف ب 6. والله ده هو كتر خيره عايز اي اف بس. الاي اف ده عايز تعمله كروس مع دي ماشي، عايز تعمله كروس مع دي ماشي. هتطلع نفس الاجابه. نفرض انا عامله كروس مع دي اهو، اشوف مين اللي شابك معايا نوران، اكتب اي اف كده ايكوال ومشدد شرط. مين اللي شابك مع الاي اف 3 نون حطينا تحت، وهم عامل 5 تايم 6 بس. احسب دي يا شباب على الكالكوليتر هتطلع كده. خلصت. خدوا المساله دي بقى كنموذج لكل المسائل، هتتحل بنفس الطريقه، كل المسائل هتتحل بنفس الطريقه. طيب اهو اصور دي بس كده. احنا بس متفقين يا جماعه ان شاء الله يوم الجمعه بعد الصلاه الساعه 1 مفيش مشكله مع حد خالص في الميعاد، عشان ان شاء الله هخلص فيها الثلاث دروس الجبرا اللي فاضل لنا باذن الله، يعني ربنا كرمنا ونخلصهم هم الثلاثه. دلوقتي الميعاد اللي هو الساعه 1 يوم الجمعه بعد الصلاه مناسب مع الجميع يا فرح؟ الو، هو انا مناسب معايا بس هو مش هينفع ناخد بكره؟ لا بكره هيبقى عشان مزلوق. نلحق يعني نخلص. ما انا عارف بكره هيبقى مزلوق جدا معايا والله، وهما دول ثلاث دروس انا اتوقع يطولوا مننا في الوقت، عشان اكون صريح معاكم يعني مش هتبقى مزنوقه العمليه جدا، فاهمين؟ وبعدين اصلا بيبقى بعدكم ناس وقبلكم ناس من دول عربيه، يعني ناس اللي قبلكم منين؟ من الكويت، واللي بعدكم من قطر. ففي مشكله ان هم عندهم ايه فرق توقيت زي ما انتم عارفين، فاي تاخير بيعمل معاهم تاخير في الفطار. يعني في قطر مثلا المغرب بيبدا الساعه 5 عندهم، يعني بتوقيت مصر عندنا هنا 5، فاي فروق توقيت يا جماعه بتفرق معاهم هم، يعني ممكن مثلا احنا قاعدين شغالين والمغرب بيبدا، فدي المشكله. عشان كده انا بختار ميعاد يكون بعيد عن ايه، بعيد عنهم خالص. يعني لحد الجمعه معظمه مصريين بصراحه، معظمه مصريين، لكن بقيه الايام الاسبوع معظمها اللي من قطر ومن الامارات ومن الكويت ومن تركيا، في فروق توقيت يعني قطر وتركيا مش عايز اصدعكم يعني بس قطر وتركيا والسعوديه والكويت كل دول مواعيدهم ساعه، فرق ساعه ما بينهم. الامارات فرق ساعتين ما بيننا، متخيلين؟ يعني الساعه 3 عندنا تبقى الساعه 5 عندهم كده.
غير بقى ان مواعيد الاذان مختلفه عندهم عن عندنا. فدي الفكره. في نفس الوقت مع الظروف في رمضان ان ده بيفطر بره يعني فاهمين. فانا بحاول بقدر الامكان. هي الجمعه برضو مش هنبقى متاخرين يعني، احنا مش امتحان يوم ايه، مش يوم الاثنين، ما انا قلت لكم خميس، بتقولوا الخميس في مشكله، الامتحان يوم الاثنين صح؟ ان شاء الله يوم الاثنين يا شباب. نعم امتحان يوم الاثنين بتاع الماث، محدش بيرد. طيب خلاص هيبقى قدامكم لسه سبت وحد اهو تراجعوا فيه، جمعه بيت الجمعه والسبت والحد، وكده كده الحمد لله انتوا بتخرجوا معايا فاهمين يعني، مش يعني مش عايز اقول انتوا مش محتاجين مراجعه، خلينا صراحة. احنا اصلا عندنا سيشن يوم السبت، وعندنا سيشن يوم السبت، فده سيشن يوم السبت دي بقى انا هخليها لايه؟ لكل الاسئله اللي واقفه يعني، ان شاء الله مثلا في ايه حد عنده اي اسئله واقفه، او انا هعمل فيه ريفيجن عامه بقى كده مثلا يعني، ايه هاخد حتى من كل درس مساله في الالجبرا وفي الجيومتري كده يعني، فاهمين يا جماعه؟ بحيث ان ايه يعني نبقى مراجعين على كل الدروس. اوكي طيب اكمل بس ده كده. طب مين اللي كان عليه الدور؟ معلش بس انا بتكلم على ميعاد الجمعه الساعه واحدة مناسب للجميع يعني، هسال واحد واحد معلش عشان اكد عشان اكتبه عندي. سامع عادي بالنسبه لك الميعاد؟ عادي. ميعاد امتى؟ يوم الجمعه بعد الصلاه ان شاء الله الساعه واحدة ساعة الظهر طبعا. الو يا سما. ايوه مناسب. طيب نوران مناسب. طيب جمانة. فرح تمام. فرح تمام ماشي. ماشي طيب الحمد لله، الحمد لله ان ربنا بيوفقنا. طيب بص يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، هرجع بقى، انا صورت لكم الصفحه الاخيره دي بتهيألي صح؟ الصفحه دي تهمني جدا، صورتها يا بنات ولا تمام ماشي. طيب بص يا شباب، لو جينا بصينا على ايه؟ على ال بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. لو جينا مثلا مين اللي كان عليه الدور؟ فرح بين ولا مين اللي كان عليه الدور؟ كنا بادئين من الاول بقى بتاعي صح؟ طب قول يا فرح من الاول كده، يبقى فرح ها مديني تراينجل اللي هو بقى ناخد نمبر 4، كوشن نمبر 4 يعني، اقصد كوشن نمبر 2 نمبر 4 في نمبر 2 اللي هي فيها 120 والكلام ده 120 شايفاها ولا مش شايفاها؟ طيب هو السؤال بيقول لي على ايه؟ ميجر انجل ايه ايكوال كام؟ ها ايكوال 60 ايكوال 60 برافو عليك. بص يا جماعه طبعا احنا اتفقنا، هو طبعا ده الحركه دي مشهوره بقى، يجيب لي انجل هنا يعني جايب لي دي 100. طب ما طالما هم سيميلر يبقى دي 100 ازاي هنا، وجايب لي دي 20 هنا يبقى دي 20 هنا. برافو عليك 100 بلس 20 نشيلها من 100 ايه تطلع دي 60. شكرا. طيب بعد كده يا جمانه. جمانه جايب، جمانه بقى جايب لي السايدز اهو. بص يا جماعه ده شكل تاني مشهور جدا في السيميلاريتي اللي هو ايه بقى؟ معلش هقول انا دي يا جمانه معلش، لسبب التراينجلين دول يا جماعه متركبين فوق بعض. بص بيقوم جاي عامل لي ايه؟ يا يقول لي حته من اولى اعدادي يقول لي ان الاكس ميد بوينت هنا والواي ميد بوينت هنا. ففي رول بتقول لي ان لو الاكس ميد بوينت بتاع السايد اي بي والواي ميد بوينت اوف سايد اي سي ذن اكس واي از بارلل تو بي سي، لازم يكون بارلل تو بي سي، مش بارلل بس لا ده بارلل وايكوال هاف. يعني ايه؟ يعني زي ما هو مديني ده 7 يبقى ده 14. طيب في حاجه كمان بقى يا جماعه، مش انت بتقول لنا شرط الترانجلز ان هم يكونوا سيميلر ان اول انجلز ار ايكوال؟ فعلا اول انجلز ار ايكوال. هقول لكم ليه؟ لان لو احنا بصينا على الترانجل يا جماعه اللي فوق الصغنن المخطط ده والتراينجل الكبير خالص الضخم ده اي بي سي كله بقى، هتحس ان التراينجل اي بي سي كان واقف، كان واقف كده كبير خالص لو تخيلناها، والتراينجل اي اكس واي كان واقف صغنن كده، قاموا شايلين ده لازقينه فوق ده، شالوا ده كده قاموا لازقينه فوق ده،
فمن الاخر التو ترينجلز دول يا جماعه اللي هو ايه اكس واي سيميلر للترينجل الكبير. طب واحد يقول لي طب ايه اللي عرفنا؟ اقول لك ايه اللي عرفنا؟ طالما ده بارلل ده يا جماعه، طالما ده بارلل ده يبقى الانجل دي الانجل ده ايه ايكوال الانجل دي. اشمعنى؟ كورسبوندنج انجل. لو نفتكر مش احنا فاكرين يا جماعه لما يكون واحد بارلل لواحد كده وجي واحد قطعهم كده حرف اف يبقى الانجل دي تبقى قد الانجل دي. هو من اخر المنظر ده يا جماعه حرفين اف متركبين في بعض. يعني ادي حرف اف وقام جاي مركب له حرف اف تاني، انا عامل كده وكده وكده وحرف اف تاني. فالانجل دي برضو ايكوال الانجل دي، وقام مطولهم وعملهم تراينجل من الاخر. فكده افهم من كده ايه؟ ان الانجل دي ايكوال دي. الانجل دي في التراينجل الكبير ايكوال الانجل دي في التراينجل الصغير. في نفس الوقت انجل ايه كومن، كومن يعني بتساوي نفسها. خلاص طالما 3 انجلز في الترانجل الصغير ايكوال 3 انجلز في الترانجل الكبير يبقى الريار بروبورشنال. طيب البروبورشنال بيفيدني في ايه بقى؟ ان هو لو اداني سايدز هو مديني سايد زاد. خدوا بالكم بقى من الكلام يا جماعه. هو قال لي انا خلاص عرفت خلاص اهو. هو قال لي ايه يا جماعه؟ قال لي ان اي اكس اوفر اكس بي ده 6 اوفر 2 ده 7 ده 6 وده 7. طيب هو النهارده الثلاث ولا النهارده الثلاث صح؟ طيب مش النهارده الثلاث يا شباب ولا ايه؟ ولا الاربع؟ النهارده الثلاث صح؟ طيب مش طيب بس في واحد لقيته داخل في الجروب وهو ميعاده الاربع اصلا مش عارف ايه اللي دخله دلوقتي. طيب بص يا جماعه دي اخر كلمه هقولها تمام؟ لان الباقي بقى كله هيبقى نفس القصه. فانا هشتغل بقى ايه؟ على التوتال انجلز دول ازاي؟ اقول المنظر ده ومنظر كمان وخلاص. هو بيقول لي ده ايه؟ ده طب طبعا ده 6 يبقى ده 6. طيب لما اجي اطبق بس السيميلاريتي يا جماعه ومالي ايه؟ انا اكتب اسمين بتوع الترانجل الاول صح. ترانجل ايه اكس واي سيميلار. اهم حاجه يا جماعه اسم الترانجل سيميلار للترانجل الكبير اي بي سي. لما نكتب بالترتيب الاي زي نفسها. طب البي الاكس زي البي، الاكس زي البي نكتب بالترتيب يا جماعه مهم جدا. الواي زي السي يبقى الواي كده قصادها سي. بس ببتدي اعمل بقى البروبورشن بتاعي اي اكس اوفر اي بي اللي هي الامبريلا اكس واي اوفر بي سي اي واي اوفر اي سي بس. واو الحته بس اللي بتلخبط معظم الناس ان انا لما اقول اي اكس هيبقى 6. طب اي بي كله كام يا جماعه؟ كله 12. اي بي كله 12 بس. وهكمل بقى الاكس واي مثلا ب 7 البي سي ب 14 هيكون هو مديني مثلا سي الاي واي وطالب حاجه ثانيه تمام. مثلا قال لي الاي واي ده ب 3 وعايز مني ده يبقى ايه 3 اوفر اي سي ونعمل بقى كروس ونجيب. طيب المنظر الثاني بس اللي هقوله عشان ده مهم برضو ان ساعات بيجيب لي الترنجلين يا جماعه اخر حاجه هقولها ان شاء الله متركبين بقى كده. بصوا كده المنظر ان ده بارل اللي ده يقوم عامل كده يا جماعه. بصوا كده ادي ترانجل اي بي سي وادي ترانجل سي مثلا دي اي ويقول لي ان ده بارلل ده. المنظر ده يا جماعه دول برضو الترانجل اللي فوق ده سيميلر للي تحت. اهم حاجه يا جماعه في القصه انك تكتب الانجلز صح، تكتب الترتيب صح. لو كتبت الترتيب صح بعد كده السبستيوشن ما فيهوش مشكله والكروس والحوارات دي ما فيهاش مشكله. الترانجل الاولاني نكتبه براحتك، نكتبه باي اسم. اي بي سي اي سي بي براحتك. لا بس الترانجل التاني بقى خليني حريص فيه جدا، حريص فيه جدا ازاي؟ او اسال نفسي. هي انجل ايه قد مين يا جماعه؟ انجل ايه قد مين؟ قد اي. فاكرين حرف زد؟ لما ده بلد اللي ده كده حرف زد. خدناه في اولى اعدادي. يبقى الانجل دي ايكوال دي، يعني الانجل دي كده ايكوال انجل اي. يبقى لما اجي ارتب وانا بكتب ابدا بانجل اي الاي زي الاي بكتب اول واحده اي. يعني مش واحد يقول لك نكتب ده اي بي سي وده سي دي اي، لا مش بمزاجنا. اول واحد بنكتبه بمزاجنا اي بي سي، ثاني واحد يا جماعه بكتبه بحرص. بحرص ازاي؟ الاي قد الاي بل الاي بتكتبها الاول. طيب البي قد مين؟ البي قد الدي. يبقى نكتب الدي بعد كده. تالت حاجه بقى السي زي نفسها. وهبتدي برضو يا جماعه نفس التعويض بقى اعمل الامبريلا بتاعتي. سيبكم بقى من الشكل
واعمل الامبريلا من هنا الاي بي اوفر اي بي. وانا لو كتبت اسم الترانجيل صح هعمل الامبريلا صح، ولو عملت الامبريلا صح خلاص خلصت المساله. بي سي اوفر بي سي ايكوال اي سي اوفر اي بي. هما دول الثلاث اشكال اللي بيجوا، يعني مديني ترانجيلين سيبرت كده، ده صغير وده كبير كده، وده بصراحه نادرا لما بيجي بصراحه، يعني هو اللي بيجي دايما يا ده يا ده، وده بالذات اكتر واحد. تمام يا جماعه؟ فكده احنا عرفنا كل الاشكال اللي بتيجي، فهو درس سهل وبسيط اهو، ما فيهوش حاجه. خلاص ان شاء الله يوم الجمعه نخلص برضو الايه الثلاث دروس اللي هم الالجبرا بتاعنا، ويوم السبت بقى نخليه ايه بقى، مثلا زي المره اللي فاتت لما نوران مثلا كانت جايبه لي اسئله، كانت واقفه معاها سما، واقف كان معاها في مساله جمانة، اللي واقف معاها اسئله، اللي واقف معاها اسئله نقوم سالنا فيها في يوم السبت. تمام يا شباب؟ يبقى نشوفكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 1. في اي اسئله تاني في الدرس ده يا جماعه ولا تمام؟ الو؟ الو؟ تمام يا مستر. يا جماعه في حد عنده اي اسئله قبل ما اقفل؟ طيب الحمد لله، هو درس سهل وبسيط كده. الجيومتري تعتبر خلصت يا شباب صح؟ الجيومتري تعتبر خلصت كده صح؟ طيب تمام، ان شاء الله يوم الجمعه نخلص الالجبرا برضه كلها باذن الله الساعه 1. تمام؟ طيب يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.